اهلا بيكم في اول حلقه من جادجمنت داي، معكم جيمر اكس 97 او مصطفى. يا ريت كله يمسك الجويستيك ويدوس ستارت. يعني ايه لعبه استراتيجيه؟ ايه اللي بيجي في دماغك لما تسمع الكلمه دي؟ هي لعبه تخطيط ولا ذكاء ولا حروب مبتكره الاسلوب ونوع الكاميرا ولا كلهم مع بعض؟ لو جبتك كانت نعم يبقى انت مستعد تسمع مني عن روم 2 توتال وور. لو متعرفش مين اللعبه دي يبقى انت ما لعبتش اي لعبه حروب استراتيجيه قبل كده. اللعبه بتجينا من سيجا من تطوير ذا كريتيف اسامبلي، نزلت 2013. تعالوا نشوف ايه اهم عيوب ومميزات اللعبه. كل انظمه في اللعبه ممتعه، سواء فود او تكنولوجي او اي نظام. هتحس ان مخك شغال جدا عشان اللعبه هتعودك على اسلوب التعقيد. اسلوب التعقيد في تنظيم الجيوش والحروب، وازاي تحد الارتشرز والمانتلتس وتنظم باقي اليونتس بتاعتك. ازاي هتعمل كونكر لمدينه باكملها؟ بالنسبه للحروب ذات نفسها لا تكلمني، دوس انسرت كده وادخل مود السينيماتيك، هتخليك عايز الحرب تفضل لمده ساعه عشان تتمتع كفايه بكل ضربه من جيشك، كانك بالظبط بتتفرج على فيلم اكسودس ولا لورد اوف ذا رينجز من حيث عدد الجيش. النظام الدبلوماسي عظيم جدا لانك ممكن تتفق على هدنه مع اي عدو لغايه ما تامن نفسك وتقوم هاجم هوب هجوم جامد تقيل فحت. جرب تعمل حصار لمدينه وشوف منظر العساكر وهم بيطيروا من فوق الستون وولز. وعندك نظام الرانك بيخليك تعمل ترقيه لكل محارب عندك في الجيش. القوات عندك قويه جدا، الخرائط والاماكن كبيره وكتيره. الجيم بلاي بشكل عام فهو اتحسن جدا وفي اصلاحات كتير. نظام الاستانس جميل جدا وهيساعدك في تنظيم الجيوش والاستعدادات. في الكامبين الذكاء الاصطناعي للاعداء عالي جدا وهيزود الصعوبه بشده. اما بالنسبه للعيوب هتلاقي شويه صعوبه في ايجاد الطرق، في شويه عيوب بسيطه في الانيميشن بتاع الجنود. الميكانكس في اللعبه مش هتدي منطق قوي، بيبقى فيه فريم دروبس كتير في معارك الاساطيل. الكاميرا في اللعبه سريعه التحرك وده عيب مش ميزه. مفيش نظام الابجريد او رانك في المالتي بلاير زي ما كان في شوجان 2. انا خلصت كل كلامي وبوصي اي حد شاف الفيديو انه يشتري اللعبه، لان من الواضح ان المميزات اكتر من العيوب. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه. كان معكم جيمر اكس 97 او مصطفى، استنوا الفيديو الجاي.